سلام البنات، كي راكم دايرين؟ كوايا لاباس، نتمنى تكونوا كامل بخير. نبداو الفيديو تاعنا بالصلاه والسلام على رسول الله. انت الى عجبك الفيديو ديري لي جام وكومنتير شباب. نشكر المشتركات الجدد اللي انضموا للقناه، نقول لكم مرحبا بكم ونورتوني في القناه. والمشتركات الوفيات نقول لكم الدار داركم والقناه قناتكم. لهنايا بغيت نقي لا بلاك، صبحت عليها قلعت لها كاع هادو الادوات نتاعها ورشيتها بن هذا البرودوي تاع فوكس اكسبريس، يعني راكو عارفينه مليح بزاف للدهون والترسبات. انا كل يوم نغسلها، كنت حاسبتها نقيه وكي درت لها هذا البرودوي شوفوا شعال وسخ خرج منها، يعني الترسبات والدهون هذه ما تكونش باينه. كنت رافن هذوك الادوات تاعها كحل ما يبانوش. كيما هكا درت لها تنظيف عميق، يعني خطره على خطره في 15 يوم ولا نديروا لها، ندير لها كيما هكا ماشي دائما. ومن بعد كيما هكا الا قليغون يعني في يدينا، في الاول كنت نسيتهم الا قليغون باش يدينا ما يعني ما يوجعوناش، كو عارفين البرودوي يوجع في اليدين. كيما هكا نقيتها مليح مليح، يعني تنظيف عميق باش تاني على 15 يوم ولا عاد نعاود ندير لها هذا التنظيف ماشي دائما. وانا ياكين بغينا زعما ندير ميناج ما نديرش كاع الكوزينه كلشي نحطها ولا شومبرا ولا ندير غير بالشويه منها باش ما نتعبش وما نملش تاني من الحاجه. يعني تكون عندك يعني كي تكوني تنقي تكوني تنقي بكل حيويه. من بعد لهنايا كي غسلتها من بعد عاود نشفتها مليح مليح وشللتها ونشفتها مليح مليح وعاود درت لها شويه جافيل وشويه ايزيس ونعاود نغسلها من جديد باش تدير هذيك اللمعان، خاطر كنت خليها غير داك البرودوي تولي مضبه. كيما هكا عاود كاع نغسلها ومن بعد هكا شوفوا نشفها غير بسربيته وبالماء نبقى نشف ونعصر حتى تولي شوفوا تولي نقيه، يعني ما شاء الله ولات تكون جديده. شوفوا هاد الحيط الثاني اللي فوقها، عارفين القلي والكيكوطه تاعني هذاك كي تكون تصفر داك الهواء تاع اللي يعني ولا تكوني تقليك اش حاجه طايح في الحيط هذا تاني دائما نمسحها غير هكا مسحه خفيفه. اليوم تاني قلت نقيه تنقيه يعني تنظيف عميق، ولات ما شاء الله نقيتها يعني ما شاء الله. شوفوا هذاك اللامعان كي درنا الجافيل والايزيس كون خليناها غير بالبرودوي تولي مضبه. شوفوا الحيط الثاني ولا ما شاء الله، انا نقي غير بالطرف، نقيت اليوم غير لابلاك وهذا الحيط اللي فوقها، يعني ما نتعبش روحي وفي نفس الوقت من نكرهش. ولا هنايا هادو تاني كاع الادوات شوفوا نقيتهم درتو في هاد السلات وقطرو كي قطرو مليح مليح من بعد نشفهم ونردهم. شوفوا كي ولات ما شاء الله، يعني راحه نفسيه كي نشوف كيما هكا. بالنسبه للابلاك انا مازال عفوا للرخامه تاع البوطاجي انا مازال ما ركبتهاش، بما انه قلت لكم راني عاده كي سكنت جديده كي نركبها ان شاء الله نشارككم كيفاش يعني الموديل اللي نشريه وكيفاش دايره. لهنايا تاني بغيت نقي الماشينه لافي تاني كانت شويه مسخه من تحتها، تاني درت لها هكا داك الدهون تاني كاع ينقلعوا بند البرودوي، يعني ساعدنا بزاف هذا البرودوي في الترسبات والدهون نقلعوهم. كيما هكا تاني غير مسحه خفيفه، غسلتها غير غسله خفيفه يعني خفه نقلعوا ماشي ما كانش فيها بزاف ترسبات. يعني كل 15 يوم ولا كل خطره ندير حاجه، كل خطره ندير حاجه حتى باش ما نتعبش روحي وباش تاني دارك دائما تقعد نقيه، يعني دائما تكوني واقفه عليها ودائما تكوني تنقي غير بالحاجه حتى يعني ماشي حتى يتوسخ لك كل شيء عاد تنوضي تنقي هكا تتعبي روحك وتملي. يعني كنت تبعي هذه الطريقه غادي تعجبك ان شاء الله. انا كل خطره نجبد حاجه نديرها شوفوا ولات ما شاء الله، ولات ثاني هي جديده ونقيه، يعني مزيان نقال وكان يبقى. كيما هكا ومن بعد نمسحها ولات جديده، يعني كو عارفين الصوالح راهم غاليين، الا قي صوالحنا نحتفظوا بهم نحتفظوا عليهم. وهنايا بغيت ندير لهم الزيتون ماشي في النهار، ماشي يعني هذوك الميناج درتها الصباح وهذه حتى الليل. انا كي يكون عندي ميناج دائما يكون عندي الماكله في الفريجيدار غير هي نسخنها باش هكا قلت لكم ما نتعبش روحي. في الليل بغيت ندير الزيتون،
درت هكا على الطريقه تاعي، ندير لها شويه سمن وشويه زيت نديرهم يسخنوا، ومن بعد الدجاج ولا اللحم ولا اللي عندك تاني ترميه ينقلو، نقليوه مليح مليح ونكون منقصين النار. وهنايا هاد البصله راه وقتها كثرت، درت زوج بصلات انايا كبار، قصيتهم شوي شوي، ما طحنتهمش يعني، غير قصيتهم شوي شوي خاطر دوك من بعد يذوبوا، كي تقليهم مليح مليح دوك يذوبوا. وتنقصي النار وخلي هذيك كل خطره عاود قلي، كل خطره قلي حتى يذوب هذاك البصل. يعني كيما هكا كل خطره نقليها، شوفوا راه بدات تذوب، باش تاني الماكله تاعنا تجي بنينه الا قتقلي الماكله تاعك وتكوني منقصه النار. وتاني ما تكثرش الماء، كي تبغي تمرقي ما تكثرش الماء، غير على حساب تغطي هذيك الخضر ولا اللي تكون عندك. لهنايا زدت الطوماطاج تاع القوطي، وزدت الزروديه حبه زروديه، والزيتون كنت قلعت له الملح نتاعه. وهنايا تاني ضفت الشامبينيون، هاد الشامبينيون يجي مالح يعني، غليته زوج تاع الغليات باش قلعت له الملح تاعه. ولهنايا دوك تلاحظوا بلي ما نديرش الملح باش ما تجينيش المرقه مالحه، وفعلا ما زدتش الملح وجاتني هذيك هي، خاطر هذاك الشامبينيون يجي مالح ماشي المعلب، هذا ينباع بالميزان. كيما هكا قليتهم مليح مليح، يعني شحال ما تقلي وتكوني منقصه النار الماكله تاعك تجي بنينه. ومن بعد لهنا لي زيبيس درت سكنجبير ما نكثروش غير شوي شوي، ودرت الفلفل الاسود، وثاني نديرو الكركم كيما هكا ونزيدو نقليوهم. الا عندك القرفه ثاني رمي عود نتاع القرفه، انا ما كانتش عندي كيما هكا، ونزيدو نقليوهم مليح مليح. كيما ناس بكري يقول لك طيبي على الشمعه ومرقي بالدمعه، يعني ما تكثريش الماء وتكوني منقصه للنار كي تكوني تقلي، ماشي تزيدي لها يا تنحرق لك البصله وما تجيك الماكله مره، يا ما تجيكش بنينه. شوفوا الماء غير على حساب اللي دركت هذاك الزيتون هذاك اللحم، هذا ما كان ما نكثرش، كنت كتري الماء تجيك ما تعقدلكش المرقه وما تجيكش بنينه. ونبلعوا الكيكوطات تاعنا، هذا ما كان يعني ساهله مهله. ونقلي البطاطا، البطاطا بغيتي تضيفيها معاها ولا تقليها بجهه بوحدها، انا بغيت نقليها. وهذه هي هذا هو الزيتون نتاعنا كيما هكا راه وجد، جات المرقه خاتره وجاب بنين ما شاء الله، يعني شهيتكم في الجنه حبيباتي، جات ما شاء الله واحد المرقه عاقده وبنينه. وهذيك الزروديه ثاني تزيد تمد لها حلاوه، يعني جا ما شاء الله. وما درتش الملح وجات هذيك هي البنه نتاع، يعني خاطر داك الشامبينيون شويه مالح. يعني هذا هو التقديم بسيط، وهذا هو الغداء نتاعنا. نتمنى يعجبكم، ونتمنى يعجبكم الفيديو تاعي. ونشوفوا وريتكم المرقه خاتره ما شاء الله، جات عاقده وجات بنينه. نتمنى يعجبكم الفيديو تاع اليوم. وفي الاخير حبيباتي بغيت نقول لكم الصلاه هي المنبع الاول لتعزيز الثقه وتقدير الذات، وخصوصا صلاه الفجر، فيهيمن عليك شعور عجيب بالثقه والثبات. وبغيت نقول لكم الى اللقاء، وتهلاو في روحكم، مع السلامه.